دكاتر يا رب. في ايه؟ رد عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ردوا عليا الله يخليكم. حد يرد عليا. في ايه؟ ندور على نادر يا حاج. أنا إبليس، أنا إبليس صاحب الرواية العظيمة اللي طلعتني من الجنة وديتني على النار. أنا إبليس ومعايا عشيرتي اللي بيسمعوا كلامي لمجرد مناديلهم. أنا إبليس اللي يعرفني الصغير قبل الكبير. أنا سبونشي بوب 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 أصفر ولموني. أنا سبونشي بوب بوب أصفر كموني. ما تهمد يا ابني بقى في حتة. أنت إيه؟ راكبك شيطان؟ شيطان؟ يعني إيه شيطان؟ الشيطان ده عفريت كبير. شكله وحش. ليه كده يا عم؟ له هرون كبيرة، صوته مرعب ومخيف. ليه ديل طويل قوي يحرق كل اللي يلمسه. لا ويه، بياكل العيال الصغيره ويرعش عظمه. ويرعش عظمه. مش عايز حد يرعش عظمه. ايه القرف ده؟ ماشي، اهي سمعه والسلام. أهلي كلهم وكل عشيرتي يسمعوا كلامي بمجرد مناديلهم. يا معشر الشياطين، يا معشر الشياطين، أمرك يا إبليس. أمرنا ملعون. النشيد الوطني للشيطان الرجيم. خلي الشيطان شاطر شاطر شاطر. لو نامت الدنيا الشيطان على طول شاطر. ديلي في ايديا وسوستي في عينيا. خلي الشيطان الشيطان شاطر شاطر. كان معكم ثنائي الشياطين في أغنية من ألحان عاصي الحلاني. أمرنا يا إبليس، النار اللي جوايا هتطفي. أبوس إيدك، خلينا نوسوس، عايز أخد ذنوب. أنا عايزكم تنزلوا على الأرض. أيوة. تروحوا توسوسوا للناس. خليهم يحاربوا بعض، يقطعوا بعض، يكفروا، ما يبقاش فيهم أي واحد مؤمن. روحوا. أمرك. تعال. أمرك. روحوا. أمرك. تعال. أمرك. روح. اللي انتوا شفتوه ده كان فلاش باك لما كانوا زمان بيسمعوا كلامي لمجرد ان انا نمت 200 سنه بس. قيلت شويه، صحيت لقيتهم ما بيسمعوش كلامي. يا معشر الشياطين، يا معشر الشياطين، ما تخلص يا عم الحنجره، مش عارفين ننام. عم الحنجرة، وصلت لعم الحنجرة، ما بقاش عندي هيبة زي ده. ايه ده؟ ازاي تدخل علي العرش بتاعي من غير لا احم ولا دستور؟ ما بلاش حكاية الدستور دي. طبعا بتفكركوا في فشلكم ان انتوا ما قدرتوش تمنعوا الناس يروحوا للاستفتاء. يا فشلة. ده ازاي تدخل عليا العرش بتاعي من غير استئذان؟ خلاص بلاش اقول لك. بلاش تقول لي ليه؟ هي حاجة قبيحة؟ يا ريتها كانت حاجة قبيحة،
ده انا مش بعيد لو قلت لك يجي لك جلطه في ديلك. اذا كان ما جاليش جلطه يوم ما اتطردت من الجنه، هيجي لي جلطه عشان اللي انت هتقوله لي. قول. طب اسمع يا بيسو. بيسو؟ بتضايقني. حلو، انا احب اللي يضايقني ويستفزني. قول. البني ادمين. ايه مالهم بقى، مؤمنين ولا ايه؟ لا، البني ادمين كده كده بيقطعوا في بعض. طيب الحمد لله. الحمد لله؟ مين قال الحمد لله؟ ازاي كلمة زي دي تتقال عندي في العرش بتاعي؟ انت اتجننت؟ مش انا. امال مين؟ معرفش. مالهم البني ادمين؟ البني ادمين يا بيسو ما بقتش تأثر فيهم وساوس عشيرتك وعيالك. ايه؟ جابوا مضاد للوسوسة وبيستخدموه ولا ايه؟ ما تصدرش احكام سريعة يا بيسو يا حبيبي. عيالك بقوا فستك. فستك؟ انا عيالي فستك؟ عيالي اللي انا مربيهم على الحقد والكراهية يبقوا فستك؟ ازاي؟ عندك البت فتنة بنتي، دي اكتر واحدة بتعمل فتنة في العالم كله، دي رضعت زبالة من امها. الله يجحمها ويبشبش الفحمة اللي تحت دماغها. ولا الواد شيطون ده مرة وسوس لي ان امه بتخني مع شطان تاني، خلاني ولعت فيها. في النهاية تقول لي فستك؟ بتتنك عليا يا بيسو بعيالك؟ راشق في حوار تناكه وخلاص؟ خدوني معاك ولا اركب تاكسي؟ اسمها خدوني معاك ولا فس العجل يا هبل. مالهم عيالي دول؟ عيالك يا بيسو خلاص بقوا دايما ما بيعملوش اي حاجه يا بيسو. انا عيالي كده؟ اوعى تغلط في عيالي، اوعى تغلط في عيالي، لحولك لكلب. اسمع الكلام. اسمع الكلام؟ ايوه، انت اساسا شخص تافه، عيل اهبل. عيل اهبل دي اخرتها يا بيسو؟ بعد ما ربيت عيالك وهم صغيرين وكنت بشيلهم على رجلي ويعملوا ببي نار ويجيلي تسلخات في ركبي والف اقلب الصيدليات عالكناكوم بملقهوش، تقول لي يا معفن؟ ايوه طبعا طبعا، لان اساسا التسلخات اللي عندك دي التصاق فخدين، ملاش علاقه بعيالي. مالهم؟ اخلص. عيالك كل يوم يا عم الشيطان خربينها في شيطانها كلب. شيطانها كلب؟ بيروحوا ديسكوهات؟ وسايبين شغلهم؟ فين شيطانها كلب ده؟ هقول لك. فين شارع السعير؟ عارفه. عارفه؟ خش من شارع السعير يمين. من عند سيد الكافر؟ ايوه من عند سيد الكافر. هتلاقي حفره نار كده، فوتها وما تطلعش طلعه اكتوبر، تمام؟ عدي بعد الطلعة دي على طول هتلاقي شياطين واقفين بتكاتك كده. تكاتك الفاسق؟ ايوة تكاتك الفاسق صح. اسأل اي شيطان هناك الف من يدلك. ماشي ماشي ماشي. الشر عليكم. عليكم الشر وغضب الله ولعناته. ربنا يسامحك. ماشي عيالي، مش شايفين شغلكم وبتلعبوا. ماشي عيالي ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ تعرف فين عيالي؟ خد يا ابني، فين عيالي تعرف؟ وات دود؟ ايه ده، انت شطان اجنبي ولا ايه؟ ايه؟ كده اضطر استهلك اللغه بتاعتي كامله. طيب دو يو نو فتنه اند شيطون، دو يو نو ويرهم؟ وات دو يو دو؟ وات دو يو دو؟ What do you want? What do you want? ما الجامعة ومش جاي البروفة بكرة. What do you want? شيطون my son, do you know where? Now everybody, drugs شيطون. من بتاعة البني آدمين. فتنة. يا جماعة يا جماعة مش عايزين الدراجز تنسينا أهم حاجة النهاردة، الفالنتاينز داي. لازم يكون في حب كبير ما بيننا، حبوا بعض،
حبوا بعض. خلي الناس تحب، روح للناس يا حب، الحب مالينا غيره، والله مالينا غيره. ايه اللي بيحصل هنا ده؟ كل شطان مكانه. ده بابا وات. ايوه بابا، سايبين شغلكم وقاعدين بتلعبوا. بابا انت صحيت من النوم؟ صحيت اغفل شويه اصحى الاقيكوا كده، ده انا هفرجكوا. بس ايه الدخله دي يا برنس؟ يا جماعه بس يلا يا جماعه، ده بابا ابليس الكبير. بس حلو الطقم ده، انت جايبه من التوحيد والنار؟ مين ده؟ واحد من الديلرز بتوعي. ديلرز؟ وعشان الدخله الحلوه دي انا هعمل معاك الصح. الصح؟ ابليس يتعامل معاه الصح؟ ده اللي انتوا بتعلموه لهم يعملوا الصح. اضرب يا ابليس. اضرب؟ اضرب. يا بابا يا بابا، ما يصحش اللي انت بتعمله ده. عايزهم يقولوا عليك ايه؟ شيطان غير متحضر؟ ارجوك اعتذر له. اعتذر له؟ فاضل تقولي لي اصلي له ركعتين كمان. يا بابا شكلنا بقى يكسف. يكسف شيطان ويكسف، يا خيبتك في عيالك يا ابليس. يا بابا خلي الحاجات دي لما نبقى قاعدين لوحدينا. حالا هنبقى لوحدينا. ايه ده يا بابا؟ انت جاي تستعرض قدراتك؟ شيطان واطي بقى تقول ايه؟ يا بابا دول صحابنا وانت كده جرحت مشاعرهم. مشاعرهم؟ يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل لي ده؟ استحاله انتوا تكونوا عيالي. مشاعر ايه؟ ده اللي انا علمته لكم؟ ده انا لو علمتكم في الازهر مش هتقولوا كده. ايه اللي بيحصل؟ على فكره على فكره احنا اشقياء قوي، وخد دي عندك، احنا شقاوة فينا بس ربنا اللي هدينا. ربنا اللي هديكوا؟ اتعلمتوا الكلام ده فين يا عيال؟ العين صابتني ورب العرش نجاني. انت جبت نص نعل ياض ولا ايه؟ يا بابا اللي انت بتعمله معانا ده ضد حقوق الشيطان. ضد حقوق الشيطان. واضح ان انتوا انضميتوا لحركة ستة ابليس. يا بابا كفاية. وكمان كفاية. يا نهار اسود. يا بابا ان جيت للحق. حق؟ ابليس يجي للحق؟ لا لا انا اسفة انا اسفة. ان جيت للباطل، احنا حاولنا نعمل مظاهرات قدامك بس قلنا ما ينفعش. طبعا، عشان الخروج على الحاكم حرام شرعا. لو انت صادق، عشان انت بابا، ما ينفعش نعمل معاك كده يا حاج. حاج؟ انا حاج؟ امال كنت في الحجاز بتعمل ايه؟ كنت بشتغل، كانوا بيرجموني هناك. وانا عاطل؟ وانت صحيت دلوقتي ليه؟ صحيت اشوف الخيبه اللي انتوا فيها. يا اولاد، مش عايزكوا تنسوا مهمتكم، عايزكوا تنزلوا للناس وتروحوا لهم توسوسوا لهم تخلوهم يرجعوا كفره تاني. ها؟ مش عايز الاقي واحد مؤمن خالص، فاهمين ولا لا؟ فاهمين، بس يا بابا البني ادمين بقى الشر ماليهم لوحدهم، ما بقوش محتاجين شياطين. لا اكيد محتاجين، اكيد في ناس هتلاقوهم لسه بيعبدوا ربنا ولسه خايفين من عقابه، هم دول اللي انتوا هتروحوا لهم. دوروا عليهم في كل حته، في امريكا، في الهند، في السند، في بولاق الدكرور، في اي حته في العالم، لغايه ما تلاقوهم وتروحوا تشتغلوا عليهم. وليه وجع القلب ده كله؟ ما نعمل سيرش على جوجل. جوجل؟ ده شطاني ده ولا ايه؟ حاجه كده. عايز ايه؟ عايز تعرف ايه؟ اكتب لي المدينه الفاضله. المدينه الفاضله اسمها يوتوبيا. يوتوبيا؟ فين اليوتوبيا دي؟ في مصر. مصر؟ حلو، احنا هنروح على يوتوبيا، هنوسوس للناس، الناس الكويسه اللي في المدينه الفاضله دي هنخليهم يرجعوا كفره. اتفقنا؟ اتفقنا. الضحكة الشيطانية، واحد اتنين تلاتة. يا حلو سطح يا حلو فل، يا حلو سطح مغنى فل، يا حلو سطح يا حلو فل. هي دي المدينة الفاضلة؟
ايوه بابا، هي دي المدينه الفاضله، وادينا حرتنا الارض من شرقها لغربها، ما لقيناش حته اسمها يوتوبيا غير هنا، والحاره مكتوب عليها ايه؟ اليافطه اهي يوتوبيا. يا ابني مدينه فاضله ازاي؟ ده المكان هنا شكله ما يريحش. معلش معلش، بس اكيد في ناس كويسين في المدينه دي، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا بابا. انت متاكد اننا مختفيين؟ طبعا يا ابني مختفيين، احنا شياطين يا ابني. يلا اشمعنى خايف ليه؟ عشان امن الدوله. امن الدوله ماله يا ابني ومالنا؟ انا سمعت البني ادمين بتقول ان امن الدوله عارف الشيطان بيعمل بيبي فين. انا اتكسف. خلاص امسك نفسك يا ابني لغايه ما نخلص المهمه. يعني احنا مختفيين؟ مختفيين يا ابني. امال انا شايفك ازاي يا ابني؟ احنا شياطين انت اهبل؟ شياطين، احنا نشوف بعض هم ما يشوفوناش. اوكي اوكي على البركه. يا بركه؟ ما اقصدش والله. والله انت بتروح جوامع من ورايا يا واد ولا ايه؟ ها احلف يا والله. ها والقرون دول اللي على راسك يا بابا. يلا بينا يلا بينا. يخرب عقلك يا جنرال. ايه ده؟ الحقيقة يا معلمة، مكتوب ايه في الجورنال؟ ايه؟ بيقول لك قال ايه؟ مطلوب عروسة. طب ابعت مواصفاتي. انا يا معلمة. الف ب كافي ايه؟ ابكي. ابكي يا جنرال. الف انيكا. السلام. ب بقرة. بشوشة. الله. كف. كلبة. كروية الشكل. الساحرة المستديرة. ياه يلا تعالى. نسيت حاجة يا معلمة. ايه؟ واو. ايه؟ والنعمة كدامة. فين غلة النهاردة يا جنرال؟ ايه يا معلمة الغلة اهي 20,000 جنيه كلهم برايش. بس الغلة خست كده ليه؟ امال لو ما كانتش البلد خربانة والناس نازلة دب بعديها. كله مش زفت كباشا. ماله الطين؟ الطين على دماغه ودماغ اهله. الواد امبارح رجع لي اخر النهار بقول له فين الغلة؟ قال لي ما سرقتش. يا نهار اسود، يعني ايه ما سرقش؟ انا سألته السؤال ده برضك يا معلمة، قال لي ضبه. ضبه؟ ضميري بيوجعني. يا نهار اسود تاني، يعني ايه ضمير؟ وده جاي له امتى؟ والله ما اعرف يعني ايه ضمير اصلا يا معلمه. الكلام ده ما ينفعنيش. الزين مين اللي لعب دماغ الواد ده؟ جيم نون الف. نون الف نحو الاميه. الواد بيروح نحو الاميه. بتوع الف بهتيه. الف بهتيه، وطبعا عارفه ان الف احترس من التدخين. بيه. بلاش تضرب مخدرات. بيه. تعال انتوه. ولود الحرام، ولود الحرام، ولود حرام. انا الكلام ده ما ينفعنيش يا جنرال، انا حكايه بتاع الواد ده خلاص. الواد ده دم ما بيسراشي يبقى تهيه. تهيه؟ تقطع يده. انزرو. اموت في الانحراف. يه الف يه الف يه الف. يعني ايه؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح. ما بيسرقش هيقطعوا ايديه؟ هي دي المدينة الفاضلة؟ ايوه هي دي، اسمها يوتوبيا، والحارة قدامكم اهي مكتوب عليها يوتوبيا. يوتوبيا دي ولا مش يوتوبيا؟ خلاص خلاص خلاص، اكيد في كل مكان زي ما في ناس وحشين اكيد في ناس حلوين، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم يا اولاد. صح يلا. بابا يلا ماشي. جميله جميله، انا اسف يا جميله. ما تقولش اسف، انت مش بني ادم، انت ندل ندل. والله يا جميله اللي حصل ده غصب عني، انا ما كنتش في وعي بصراحه. ما كنتش في وعيك يا جميل؟ طب انا ذنبي ايه يا جميل؟ ذنبي ايه؟ عينه تانية من يوتوبيا اهي. مالها؟ ما زي الفل اهي وكويسه. زي الفل ازاي؟ انت مش سامع البنت دي بتقول ايه؟ دي منحله وابوها ما ربهاش وتستاهل الحر. ما نقول بالمره بقى ان احنا نقيم عليها الحد يا بنت. يا بابا مش قصدي، انا قصدي بس اقول لك ان هي شريره. بالعكس دي طيبه جدا. هي لو ما كانتش طيبه ما كانتش حست بتأنيب الضمير، واضح انها خايفه من العقاب السماوي، عشان كده بتأنب نفسها هي والواد لهبل اللي معاها، هم دول الناس الطيبين اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا. يلا. جميله حاولي تنسي. طيب يا جميل. انسى ازاي يا جميل؟ ده انا عملت اللي عشان اوزع ابويا ويسيب لنا الدكانه فاضيه شويه ونعرف نقعد مع بعضينا. تقوم تقعد معايا ساعتين تحت البنك ما تقوليش فيهم ولا كلمه قبيحه. ايه ده؟ ده ما يجيش في دماغي انا اساسا. ده انا ياما استنيت اللحظه دي يا جميل، اللحظه اللي الاقي جايه عليا فيها وتبص لي بصه سافله. بس يا خساره طلعت بقف. ليه كده يا جميل ليه؟ طب اعمل ايه يا جميله؟ انا كنت فاكرك مؤدبه يعني، ما اعرفش انك كده. وانا كنت فاكرك بتفهم. طب خلاص اللي اتكسر يتصلح. لا اللي متصلح هنكسره. وهبص لك بصه سافله اهو. بقي اهو كده الكلام يا قفلي. يلا بينا. استغفر الله العظيم.
ايه ده؟ بابا بيعملوا ايه؟ بس يا بت انا مربيك عيب. هو واضح كده ان احنا فهمناهم غلط خالص. قصدك اننا منحوسين؟ طب بقول لك ايه؟ ما نشوف حد تاني، ولا اقول لكم احنا نشوف مدينه تانيه. بالعكس، هي دي المدينه اللي احنا هنشتغل عليها وكبرت في دماغي، وانا ما بتكبر في دماغي انا دماغي دماغ شياطين. هم دول اللي هنشتغل عليهم. بص يا بت. نعم. فتنه. اكيد البت اللي ورا البنك ده ها ليها اب. انا عايزك تستخدمي اسلوبك وتجيبي لي ابوها على هنا. حاضر، بس وسعوا كده. يلا بينا. لا حلوه حلوه هشاوي. صحيح كفك وهشاوي راح فين؟ لا ده كان قاعد جنبي. يمكن انا لفيت غلط. الله الله الله. طب ايه بقى اللي جاب البيت في الخمار؟ مغشوش انت. اديني جبته لك اهو. حلو، وسوسوا له ان هو يروح يشوف بنته. أكيد هيشوفها في الوضع ده، لا يقتلها لا يقتلوا لا يجوزهم وبعدين يطلقهم وبعدين يقتلوا بعض. لازم يبقى فيه شر. اشتغلوا. روح شوف جميلة. جميلة لوحدها في المحل. روح شوف جميلة باعت ايه النهاردة. يا ترى بتعمل ايه في قلب المحل؟ ما هروح اطلع البنت جميلة واشوفها باعت ايه بقى. يلا. ده عم سرحان يا فضحتي. ايه اللي انا شفته تحت البنك ده؟ عم سرحان ارجوك افهمني. افهمك ايه يا جميل؟ انت بتطعن في ظهري، بتخني، وبتلعب بدلك مع بنتي من ورايا. يا دي الديل اللي شابكينه في اي حاجه. ليه كده يا جميل؟ ليه كده؟ قول لي ليه؟ دري يابا، هو انت كنت شفتنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ امال يا بنت كنتوا بتعملوا ايه تحت البنك يا بنت؟ كان بيحط لي قطره، حط لي في العنجي وكان فاضل العنجي. طيب مش تقولوا كده من الصبح. خلتوني أظن فيكم زن بطال. اللهم اخزيك يا شوشو. وبقيت شوشو. أنا بقيت شوشو. استغفر الله العظيم يا عم سرحان. شفت الناس بتظن في بعض ظن مش حلو ازاي؟ شفت؟ معلش ما تأخذنيش يا ابني، برضو انت عارف ان انا اب، عارف الاب اللي يخاف على بنته قد ايه. طب. وانا والحمد لله بعود بنتي على الادب والاخلاق والفضيلة من صغرها. يعني تقدر بنتي مثلا يعني تطلع كده يعني البيت بعد الفتح؟ ده كان يقطعني حتت ويرميني للقطط. سامع. ونعم الاخلاق والفضيله. طيب حيث ان عجبتك الاخلاق بقى انا هسيبكوا تحط لها قطره في العين الثانيه. بس يا جميل جميل اخويا مش هوصيك بقى. ما تخافش يا عم سرحان، دي بنتك دي فوق راسي والله. تمام، هسيبكوا انا بقى وتستمتعوا كده. نايس. طيب وقت سعيد. يا راجل يهبل. يلا بينا. يا بابا يا بابا، انت متأكد ان احنا شياطين؟ مش عارف يعني. بس ما تقلقوش. ايه ده؟ ايه ده بابا؟ في ايه؟ انفعل يا ايه ده بابا؟ انفعل ولع الدنيا حواليك يا قال ايه؟ بيقول علينا احنا شياطين. احنا شياطين؟ ايوه كده. يا ناس انت فين يا عم؟ يا ناس انا بقى قتل 2-3 النهارده كده عشان دماغي رايقه، والمصحف كنت بعرف افتحها. النبي سقف للنبي يا اخوانا كده، سقف للنبي. الله اكبر. انت فين يا عم؟ يا ناس انت مين يا واد يا كلب انت؟ انا النص. انت مش النص اللي انا عايزه. انا النص التاني اللي انت عايزه. وانت ايه بقى يا؟ هتدخل على جزئين؟ والجزء التالت هينزل في رمضان. طب تعالى بقى حلاوه. لحظه خش يا دي انت جوه عشان في كلام ناس كبار. انا خايف. خش بقولك. يا تعالى يا عايز اسالك. خدي ايه ده؟ انا جاي النهارده انا اعمل معاك واجب السنين. ومش مكفيك اللي انت عملته قبل كده وانا غريب يا سلخاوي؟ يا بحبك يا الله فيو. اي لاف يو تو. الحقوا واحد جايب واحد صاحبه عشان يعمل معاه واجب السنين. قلت لكم هنلاقي ناس طيبين وبيحبوا هيعمل معاه واجب، دول اللي نشتغل عليهم. يلا
زي ما انت يا يا ده عشان صورة تطلع حلوة. ايه ده؟ ده دم يا. وهروح ازاي؟ انت ساكن فين يا؟ في الهرم. اركب من الجيزة وروح عادي، انت هتشتغل نفسك. وهو انا تايه وبسألك على الموقف؟ امال انت عايز ايه يا؟ اروح لامي كده ازاي؟ اسال اخوي كل يوم متعور منك يعني. هتروح لامك يا انت هتفضل طول عمرك جبان؟ انا عايزك قلبك ميت. قوم اقف يا. انا واقف. قوم اقف. خد المطوه دي. لا بدرس. يا دي امسك المطوه يالا. يا عم لا بشعر. امسك خلص. اهو. عورني في وشي. يا نهار اسود ما اقدرش. خلص عورني. ما اقدرش انا. طب هات قول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره دي. ضاع من عمري سنين في الخوف. ضاع من عمري سنين في الخوف. تمام خلاص. انت مفيش امل منك يا. ليه طيب؟ على الطلاق ما في امل منك. بتعمل ايه يا مجنون؟ تعالى يا عم حقتني. هو احنا في فيلم ابراهيم الابيض يا جدعان؟ انا اتخنقت، انا جالي احباط. ما تقلقوش يا ولاد ما تقلقوش، انا هغير الخطه. احنا هنلبس لبس البني ادمين وهنظهر لهم زيهم بالظبط وندس في وسطيهم. اول حاجه هنعملها ان احنا نخليهم يبقوا مؤمنين. ايه؟ ابليس هيهدي الناس؟ القيامه قامت هنتسخط. انت بتقول ايه؟ قول بقى انك بقيت مؤمن. قول انك مؤمن. ابليس بتاع معصيات مش بتاع سندوتشات. احنا هنخليهم يبقوا مؤمنين الاول، وبعد كده نقوم وسوسين لهم يرجعوا تاني كفرة ونمارس شغلنا. يا ابن الايه يا بابا؟ ده انت طلعت عفريت يا ابن القرون. دي على ابليس مش واي فاي. يلا بينا لاخر مرة هنضحك الضحكة الشيطانية. واحد اتنين تلاتة. صدقوا دي احلى. نعمم الضحكة دي عند كل الشياطين. قولي. تمام قول. ايه احنا شياطين؟ بس رجاله. قول ورايا. هي 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 هو 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 هي 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 يا سفله. يا اخيرا نزلت كوكب الارض، هموت واشرب شيشه. يا ابلوس شطاوطو فينك يا جدع؟ بقالي شهر بوسوس لوحدي. يا ابني انا كنت مسجون. ليه قتلت؟ انا ما بقتلش. يبقى سرق. ما بسرقش. امال مسجون ليه؟ شهر رمضان يا جدع. صدق احنا بنفرح بالعيد ده اكتر من المسلمين. انت مالك يا ابني متضايق ليه؟ يا عم الناس مش سايبانا في حالنا، كل واحد ياخد له واحده في اي مكنه تقول له خايفه الشيطان يضحك عليا، خايفه الشيطان يضحك عليا. اضحك عليها ليه؟ انا شغل فيلم لاسماعيل ياسين واضحك براحتي. عارف يا ابني، تعرف ان البني ادمين دول هم اللي حسدونا؟ من ساعه ما قالوا الشيطان شاطر، الشيطان شاطر وانا قاعد بعيد في تانيه ابتدائي. سلام يا عم. راح فين؟ عندي درس كيمياء خلص واجيلك. وانا هوصل مشوار واجيلك. هتروح فين؟ راح استشوار قروني. طيب يلا سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام. تعالى يا معلمه اقول لك على حساب الغله اللي سرقناها امبارح بما يرضي الله. قول يا جنرال. بص بقى يا معلمه، احنا سرقنا امبارح 100,000 جنيه، انا خدت منهم 70,000، يبقى انت ليكي كام؟ سه الف. ثلاثه الاف. جاني يا جنرال. الله ينور عليك. الو، ايه يا حماده؟ ايه يا حبيبي؟ طبعا بحبك وبموت فيه، ده انت اكتر واحد بحبه في الدنيا دي. يا نوس يا نوس يا نوس، انت فين يا نوس؟ نص نص عايزين. تعالى ياد هنا ياد، انا نويت والنية خالصة لله ابقى بلطجي. يا رسود منيل بكسل خبح لحياتنا والنبي. يا تسال اخوي ايه ياد؟ ده كمان ياد ده شبه الزعافة. اياد انا عايزك تركز معايا، انا خلاص عملت سكة جديدة في الاجرام. عملت ايه؟ عملت اكون على الفيس وصورة الكفر علشانك يا يارا انا لبستلك النضارة. طب وانا فين في الكفر ده؟ امسك النضاره وروح اقعد مع اختها ساره. لا اخاف اقعد مع ساره لوحدي. لا ياد بص ياد، انا عايزك ياد تبقى زيي. ياد عايزك تبقى زيي. حاضر. اوه انا حاسس ان انا دجاجه. دجاجه؟ انت هتنقر معايا ياد؟ لا ما اقدرش انقر معاك. بص ياد انت مفيش منك رجا، انا عايزك تقول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره. انا ضاع من عمري سنين في الخوف. انا ضاع من عمري مش كده. امسك ياد، انت شكلك هايب اللحظه. ادهاني في وشي. انا كتير
لا ده شيرين شيرين الجديد ياض. اداني في وشي. هو الطناقش يا سيدي معلم. يا ده اخلص. خد اشاره البيت. اه اه يا ابني المفكوكه. علمك تعلم عليا؟ انت اللي جبته لنفسك بقى الله. الحق ناس يا لخاوي. يا نص مالك؟ الواد علم عليا يا سلخاوي. مين اللي عورك كده يا؟ الواد النص واحد. انت انا اللي عورته كده؟ اه يا ابني المجنون انت عبيط. طب ادونا فرصه بقى من النهارده في السلخاوي. انا السلخاوي. انا اللي قتلني يا لا. انا اللي عورني اقتله يا. شاهد على روحك يا. اتشاهد يعني على روحك يا عم. انا مسيحي. ما قلتليش ليه يا؟ عاملها لك مفاجأة. تعالى. انا خلاص بقى انا جعان. انا هسلق الواد ده واكله. وحشي رز. ولا اقول لك فريك عشان يبقى كريسبي كده. من عناية. يلا بينا. يا دي الاخبار اللي ما تسرش يا معلمه. خير يا جنرال. بيقول لك بقى الايه، من كثره ما يعانيه الشباب من الفقر والبطاله، نصف الشباب بينتحر من فوق كوبري قصر النيل. لا اله الا الله. والنصف الاخر يتحرش بالبنات في الشارع. يتحرش بالبنات في الشارع؟ اني شارع؟ استبحثت عن السكان الجداد. استبحثت يا معلمه وجبت لك كل الديتيلز والتفاصيل. جيف مي. بص يا معلمه، الناس دي مكونين من شين عين. شين عين؟ شيخ وعياله، ولد وبنت. طب ما حلو الشيخ، ما منوش اذى يعني. لا منه يا معلمه منه. انت فاكره الشيخ اللي جه قبل كده وقعد يلعب في دماغ العيال لحد ما عصاهم علينا؟ حق يا جنرال، ده لو طلع زي الشيخ اللي قبليه يبقى هنون. هنون؟ هنغسله ونكويه. انزراف. اموت في الانحراف. بتقول ايه يا تامر؟ مش سامع يا حبيبي ايه؟ طيب يا شالا اخرق انت يا تافه يا كلب. خلاص بقى يا عم الشوح. هقول لك عايز ايه. بص بص يا سلخاوي، الواد اخوها الكبير ده اسمه هادي، الواد ده شغال مدرس. انا بكره المدرسين كلهم يا. مش دول بتوع قطاتي الصغيره اسمها سميره وخدها الكوت مشمش وزنقها في الجزيره؟ مش هم دول؟ اه يا عم فكرتني. اه صح هم دول. انا بقى لو شفت مدرس هموته يا. بص انت مدرس يا؟ يا عم مدرس ايه؟ حرام عليك بقى، انا صاحبك من زمان يا سلخاوي لسه بتفتكرني دلوقتي. طب عايز ايه؟ بص الواد ده ما ينفعش اتعلم عليه. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ لان البنت اخته الدكتور هتزعل منك. ليه؟ اللي هيزعلها هيخش النار. ليه؟ البنت دي خدودها بيضا والقطنه ما بتكدبش. البنت دي اسمها ايه يا؟ هدى. بيقولوا انها دكتوره. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتتكلم معاها هعمل فيك ايه؟ صدقي بقى عيب عليكي، عشان انت عارفه ان انا مش بتاع الحاجات دي خالص. وبعدين فكيني بقى، انت هتفضلي ربطاني وتعملي فيها الحاجات دي لحد امتى؟ يلا بقى عدي عليا بالليل شيخه. الو. ايوه يا زياد يا حبيبي. والبت دي بتنزل امتى بقى ان شاء الله؟ كل يوم في نفس الميعاد ده بالظبط. والله الحاره نورت. يا اهلا وسهلا يا ست بجعه. بحيره البجعه كلها ما شاء الله. وانتوا هتقعدوا بقى فتره كبيره معانا هنا ولا هتعملوا ايه؟ يعني على حسب ما نستريح في المنطقه. لا ده انتوا هتستريحوا في المنطقه دي اخر راحه، عشان انا العرباجي بتاع المنطقه دي. لو حد كلمكم هموته. انا عندي جثث كتير مش عليها جوه يا دكتوره. لو عايزه جثه تشرحيها تعملي المحل. عايزه ايه؟ جثه؟ اه لا انا مش دكتوره زي ما انت فاهم، انا دكتوره في الادب. في ليه؟ في الادب. يعني امك يا اختي، يعني انت ضيعت عمرك ده كله عشان تتعلمي الادب؟ اه. طب وما ربيتهاش ليه؟ وفرت عليها التعب ده كله. لا هي دكتوره في الادب، مش الادب اللي حضرتك عارفه انه عكسه قله الادب اللي عندك. يعني لا، يعني الادب اللي عندها ده نوع من انواع الفنون. فنانين يعني؟ لا ده احنا ربنا يكرمنا مع بعض، واحتمال على الطلاق لاعمل لك اغنيه يا بت هتفلقي العالم. تعالى افهمي. تعالى استاذ. افندم. عايزك تديني درس، عايزه اتعلم اقرا واحده. بس كده من عينيا الاثنين. طب تعال ما نتفق. اتفضلي يا ده ناس معلمه. هات لنا الشاي بلبن. بايه؟ بحليب. لسه ما فطمتش. با
بقول لك ايه يا عم الشيخ؟ ايوه يا بنتي. انا عايزك في كلمتين. خير يا بنتي؟ لا لا لا، دول كلمتين سر يا اخويا، اخاف اقول هنا حد يسمعني. تعالى معايا عند الدكانه. اتفضلي يا بنتي، اتفضلي اتفضلي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ بص يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب كتير قوي ونفسي اتوب بقى. جميل جميل جميل. ايه ده، انت عرفت منين انه جميل؟ لا مش جميل، لا جميل ان انت تعترفي يعني بذنوبك، وده بدايه طريق التوبه يا بنتي. علام علام ايه يا معلمه اللي انت عايزه تتعلميه؟ وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 ناطع متعلم زي اللي قاعد جنبك ده. جرى ايه يا اخي جنرال؟ هو انت مش عايز المعلمه تتعلم ليه؟ خايفك شافه وهو بينصب عليا وهو بيغلبني بحساب الغله بتاعت العيال اللي بيلقى في نصها. ايه ده يا معلمه، انت بتشك في ذمتي؟ ده على اساس اني دبوس. مش ضاحك. طب بشك في ذمتك. بتشك في ذمتي ليه يا معلمه؟ انت ما تعرفيش انا ابقى مين؟ حرامي سابق. الحمد لله. ومدير اعمال شيخ منصر حاليا. فضل ونعم. هتكون مين يعني؟ نونسين. نونسين؟ نيكول سبا. نيكول سبا؟ انا نيكول سبا؟ طب على الطلاق ما انا قاعد لك فيها وشوفي مين هيدورها لك. غور في 60 دقيقه. انا غور في 60 دقيقه؟ تصدقي ان انت وليا واو 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 وليا واطيه. انزراف. اموت من الانحراف. الاستاذ هو اللي امسك لي الشغل. بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعه ما ايه قصدي؟ يا ست انت هتذليني عشان تتعلمي؟ جرايا يا استاذ، هو العلام فوره تحط لي في نص كوبايه ميه الشبت تتعلم؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيل كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعه من الرعاع والسريحه اللي شغالين معاكي. وانت هتهينه ببلاش؟ ما انت هتاخد عرقك وبجرب. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي، كل ده حصل لك. اعمل ايه يا عم الشيخ؟ اصل الواد كان مزده قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان فيه قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله 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 الله، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم الشيخ، ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا ان ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟ وضع طبيعي انهم يقولوا ان ماشيك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي، اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي، اتعلمي. طب علمني علمني. اعلمك ايه؟ جرى ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم، الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغوي دلوقتي حالا اهو. مالك يا عم الشيخ، في ايه؟ بلا مالي بلا بتاع، ابعدي عني. انت ده تسخنتي يا عم الشيخ. ايوه تهببت، ابعدي. طب تعالى معايا. على فين؟ تحت البنك. لا تحت البنك لا. هعمل لك كمادات. عشان السخونيه يا دماغي راحت فين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل. قلت ايه بقى يا ست البنات؟ قلت ايه في ايه؟ عايزنا نشتغل رقصه؟ ده منظر رقصه يا بنت. تنيلي، هي الاغنيه فيها شويه رقص، وبعدين انت مش فنانه؟ ما هو الرقص ده ما هو ايه؟ ما هو فن. انا واخده دكتوراه في الادب. ما فرقتش كتير من قله الادب. تمام، هي كلمه اشفوتيها تاخدي 10000 جنيه في اليوم. ها، الرقاصه بتاخد 10000 جنيه في اليوم؟ ولو انتمتي مع واحد خليجي احتمال تاخدي بالريال القطري. طيب اديني فرصه افكر. فكري يا حلوه براحتك. عموما لو ماشي اديني رن، انا قاعد هنا مستني. علمني الحب، علمني علمني. يا ست انت عايزه مني ايه؟ قرايه يا استاذ، شويه شويه هتفهم الشغلانه. لا بقى ناظر يجي يزعق لك، ولا ولي امر يجي يسبلك. يسبلك؟ في واحده عايزه تتعلم تقول يسبلك؟ طب هي يا استاذ قلت ايه؟ ممكن تسيبيني شويه افكر؟ براحتك، ويوم ما تفكر قول لي، انا هستناك فوق. فوق فين؟ في شقاتي، عشان يبقى انا وانت والجيدان دالتنا. ما انت ما ينفعش معاك شيطان واحد. وين هنادي يا ماهر؟ يا بابا،
الموضوع مش سهل يا بابا. ايوه. وعايزه اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين اني مش محتاجه فلوس خالص، بس اول ما سلخاوي ما قال لي ان الرقاصه بتاخد في اليوم 10000 جنيه انا حسيت بالطمع. وانا يا بابا انا حسيت بالجشع لما الست البجعه دي كانت عايزاني اشتغل مكان الجنرال، حسيت ان انا عايز اسرقها. بابا الصهد ده جاي منين؟ جاي مني انا يا ابني. انا كمان برضو حسيت بحاجه كده مش عارف ايه هي يعني. طيب هي مش غريبه ان احنا نحس بالمشاعر الانسانيه دي؟ لا مش غريبه ولا حاجه، ده وضع طبيعي يا بنتي. اما دام بقينا بني ادمين انت تحس بالطمع وانت تحس بالجشع وانا احس بحاجه غريبه جدا، فيعني ما تقلقوش احنا لازم نبقى متماسكين. اهم حاجه نتعاهد على الهدف اللي احنا جايين له. نتعاهد على كده يا اولاد؟ نتعاهد على كده. نتعاهد على كده. اسمعي بقى يا ست البجعة، الشغل ده ما ياكلش وما ينفعش معايا. يعني الواد يطلع يسرح من طلعة النهار لاخر النهار ما يرجعش غير بألف جنيه؟ ليه؟ ده لو بيسرح بتنشكي وحرنكش هيرجع باكتر من كده. ما براحة على عيالي يا استاذ. مفيش حاجة اسمها براحة، والكسل ما بحبوش. طب هدي اعصابك. ما بحبش اللي يقول لي هدي اعصابك. ومن هنا ورايح الشغل هيبقى ثلاث فترات، فترة صباحية وفترة مسائية والفترة التالتة وهم نايمين يا رحمي. هيشتغلوا وهم نايمين ازاي؟ ده السكر في الشاي، الوقت ده انا اولى بيه. انت؟ ايوه انا اللي بخطط وبتكتك وانا اللي طورت ادائهم. طورت عليك يا جارة، ما لقيتش عندك زنارة. ايه الكلام الغريب ده؟ ما غريبة للشيطان يا هادي، هدي نفسك كده وما تسيبش نفسك للشيطان. هو انتوا كل حاجة عندكم الشيطان؟ ما تسيبوه في اللي هو فيه. اي مصيبه تلزقها في الشيطان ايه؟ بجنيه. عايز اراضي الشهر يا حبيبي، وخلي بالك انت اللي شغال عندي مش انا اللي شغال عندك. طب اسمعي يا بجعه، ايه الف واو؟ يعني ايه هقاو؟ ده انت بتحلمي. بحق ايه؟ بتحلمي. طب ها هي يعني ايه؟ يا سلام. اسمعي بقى يا بجعه، العيال اللي انت فرحانه بيهم دول خلاص بقوا تحت امري وتحت طوعي. ايه؟ ألف بيت. يعني ايه؟ العب باليه. بقى كده يا هادي، ده تلميذ ياض، انا اللي معلمك على ده دول. انا هوريك، وعلى راي المثل اديك وبكل سهوله شكلك لسه في سنه اولى. ميت شمعة منور عليك يا عم الشيخ، كنت بتعمل ايه مع جميلة؟ في الواقع واقع؟ ده انت اللي واقع. قول كنت بتعمله ايه بدل ما افضحكوا سوا. ما تتلمي يا ولية انت يا دون، ده انا دقك زي التومة بايدي الهون يلي ما تنضفيش حتى لو شدوا عليك السيفون. يا نقطة في كوباية، يا بقى عظيم ليا، يا عاملة الغش التجاري ده. نقطة في كوباية سهل. تحت أمرك يا ست البجعة كله، إيه طلباتك؟ ما تتلمي يا بجعة كده يا حبيبتي وتلمي حنفياتك السايبة. حنفيات؟ شايف يا عم الشيخ؟ عايزة تقول لها لا علاقة بحنفي السباك، يرضيك؟ لا طبعًا ما يرضنيش، أنا عمري ما سمعت إن أنت على علاقة بحنفي السباك. يخليك ليا. بس سمعت إنك على علاقة بحنفي بتاع الدش. الريسيفر كان بايظ، كان بيظبطه. ريسيفر؟ اقسم بالله يا بجعة على كم مجرسكي في كل حته. انا هسكت لك يا بنت، مش هرد عليك ولا على فريكي، وديكي بيه دلوقتي. الله لا لا لا، هتقعدوا بقى تسيحوا لبعض في الشارع، ما انتوا الاثنين الخسرانين، سمعتكم هتبقى زفت زياده ما هزفتين. اهدوا، انت عايزه ايه؟ عايزه ايه يا ست بجعة؟ عايزاك تشرح لي زيها وتركز وانت بتشرح. طبعا لازم اركز، المنهج ده صعب قوي. حاضر يا ست البجعة، حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ يا بنتي كتم العلم خطيئة. اتفضلي، تحب اشرح لك فين؟ تعالى وراي. يا رب توب علينا بقى يا رب. كتم العلم خطيئة؟ ايه العلم في كده؟
ان انت بتخونيني هنا مع عمو الشيخ. اخونك ده على اساس انك على ذمتي ولا على ذمتي؟ نفض لنفسك يا جميل، انا مش فايقه لك السعاد يا عينيا. نفض لنفسك بقى بعد ما تحببيني في قله الادب تقولي لي نفض لنفسك؟ طب وربنا لا اقتله. وسع من وشي. اقتلك يا عمو الشيخ. انت فين يا عمو؟ اوف اوف، ما تفهمش يعني ايه اوف اوف؟ انت خلاص ما بقاش حد عارف يكلمك، بقيتي ناديه الجندي. عملت شعرك انوشكا وانطلقتي خلاص. ما هو انت يا حبيبي اللي مش عايز تفهم ان دورك معايا خلاص انتهى. لا انا دوري لسه ما انتهاش معاك، انا فاضل لي مشهد معاك هكمله للاخر عشان تبقي فاهمه. الشهره اللي انت فيها دي انا اللي موصلك برجلي. تكونش يا حبيبي فاكر انك وصلتني اول فصل، وده افخم مكان بالنسبه لك انت عارفاه. لا يا حبيبي، انا الشهره اللي انا وصلت لها دي وصلتها بعرق جبيني، وعارف انا لو شفتك مره تانية هجيب البودي جاردات بتوعي وييجوا يروقوك، ولا اقول لك انا هجيبهم يجوا لك دلوقتي. انت مش قلتي لو شفتيني مره تانية؟ رجعت في كلامي، انا جايبه البودي جاردات دول عشان يخلصوني من الاشكال اللي زيك. طب ما بلاش البودي جاردات دول عشان بيروحوا الجيم ولو تفوا عليا يحرقوني. اسم الله عليك. ايوه كده يا توت، اخشع واعرف انت بتكلم مين. اخشع؟ انت بتكلمي جمل؟ وعهد الله انا ما اسكت. لا ده انا عرباجي قد كده. خلاص زهقت من الناس دي، ارهقت منهم. سلخاوي ملك يا سلخاوي، ده انت كنت تزعل زعل الناس تنام الخوف. انا كل ما بشوف الكتعه دي قلبي بيتقبل. تصدق بقى ان انت حهنون؟ يعني ايه؟ حيوان ناطق. صدق ان انت شبه التلاجة بقى، وانا مش عايز اتكلم بالصبح. يا جماعه احنا لازم ننتقم منهم كلهم. صح يا جميل، ننتقم منهم. يلا ننتقم منهم. يلا بينا. ننتقم منهم يا اولاد. ايه الحقني يا بابا. ايه الحقني يا بابا، البجع عايزه تقتلني هي والعيال السريحه. وانت مالك؟ انا البلد كلها بتجري ورايا، بيقولوا لي قال ايه الشعب يريد الفرج على الطبيعي. وانت يا بابا بتجري من ايه؟ رجاله الحته كلهم بيجروا ورايا، ما اعرفش انا عملت ايه غلط، انا مش عارف. طب هنعمل ايه؟